بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتكم سميرة كويزين. اليوم ان شاء الله نخليكم على الجزء الثاني مع الطباخة المشهورة لالا فاطمة المراني، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. تشوفوا في البداية كيبداو بالتنقية ديال الخضار اللي صراحة كتار، المرافقات نتاع الدجاج، تقريبا سلطة الجردة. في الفيديو الاول فكان فيه اللحم بالتوابل بالطريقة، نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. بالنسبة للبنات اللي مازال ما شافوش الجزء الاول، غنخلي لكم الرابط في خانة الوصف. تبارك الله عليك، كتعتمدي على راسك. ايوا انا تحسن الهضره شكون غيتهضر. اه ضروري تعلمي كل شيء. والله الا البوطه صعيبه صراحه. حنا البنات دابا مجمعين، كنصوبوا كتصوب اختي خديجه البصله باش تكمل لها التشريضه في الماكينه هذه اللي ما خطات حتى شي دار، كل شيء كيستعمل. انا مازال ما عنديش. بسم الله يدوية سهلة. نخليك كتكملي اختي. هنا كاين الدنجال، مافيش سوريز، الشريحة، كلشي هادشي غادي تستفعاد، المملحات، الربيع، كاين الخدمة. شو تبارك الله جايبة جيكس اختي فاطمة باش تحك الطناجر، الزيت، كلشي. هنا كاين الخس الفريزيي، كومونداتو من كازا. كاين البروكلي، بزاف د الحوايج. نتوما ان شاء الله تشوفوا معنا كل شيء باذن الله. دابا جا وقيت الخضره. ها هي كيسلو دابا، عندي لي انا هاد القطيعه. ها هو تيتقشر تيتقشر تي ان شاء الله. الله يعطيك الصحه يا فاطمه. ها هي اللوبيا كتبرد. دابا كنغسلو البروكولي، قطعته تقريبا في 6 كيلو، غنديرو هاد التصلق شويه بالملحه والحامض. تبارك الله عليك. ولا بد الغسيل ضروري. الغسيل الثالث هذا واقيلا ولا الثاني؟ الثاني. اه ربما تكون شي بخوشه لداخل، ربما الله يعطيك الصحة. هذا تيفكرو مسلوقه بالملحه والهيمه. الكبده مسلوقه هي هي بنت لي الكبده مسلوقه ديال الدجاج. صحيح، درتها باش نصوبها الابلي تاع مار ديال الدجاج. ان شاء الله ان شاء الله هذا الفيديو غيشوفوا بالتفاصيل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الله يرحم الله يعطيك الصحه. اش كديري اختي خديجه؟ كتصوبي الفلافل، غتقطعي الفلفله حمراء وصفراء باش توجديها ان شاء الله. شرموله ديال الابلي ان شاء الله، الله يعاونك. لا فاطمه حتى هي كتصاوب، اختي فاطمه كتصاوب بطاطا، قشرات خيزو وقشرات البطاطا وغادي تغسل وتعاود. الله يعطيك الصحه اختي فاطمه، هادو المساعده تاع لا فاطمه المراني. ها هي اختي خديجه المساعده ديال لا فاطمه كتقطع المصير. هنايا قطعات الفلافل كي وريت لكم قبيله، ها هما الكبادي، الكبادي تاع الدجاج اللي غادي تعمر، خداتهم وغسلتهم مزيان بالحامض والملح وداكشي، ودات لهم وسلقاتهم نص طيبه، قطعتهم طريفات على هذا الحجم اللي كتشوفوا. شحال غادي ديري اختي خديجه ديال المصير؟ لا فاطمه شحال غادي ديروا ديال المصير؟ كيلو ونص. كيلو ونص ان شاء الله. والفلفله كيلو ونص. كيلو ونص الفلفله حمراء وصفراء. وصفراء. غسلاتها وقطعتها، راه شفتوها كيف طحناتها قبيله في ديك الاله باش تعاونهم شويه في الوقت. وهي كدير دابا المصير، سالت الكبده كامله قطعتها طريفات صغار كي كتشوفوا. هذا الحجم هذا. ثمانية ونرجعو ان شاء الله. مرة قريب ان شاء الله. خير. مرة مرة تحرك وتشوفوا الروا ديالو فين وصل. تبارك الله عليك. مرة قريب داخلو الطياب. تبارك الله اللحم فتي وصغير. اه داخلو الطياب. نردو من تحت، نردو من فوق، ومن الفوق باش يطيب طياب واحد. الله يعطيك الصحة لالا فاطمة. ها هو راه داخل الطياب قريب. الله يعطيك صحتك.
زيت الشوربه ديال الماء عارفه هذا على خس الماء ان شاء الله. هذا مازال فيه الماء عقل غرفة كبيرة مزيانة الله يعطيك الصحة مكبر طويلة هذه درتيها بالكوموند الله يعطيك الصحة. انت كتحماقي اصلا على الطياب يعني كتهتمي بالالواني بكل شيء الله يعطيك الصحة الله يعطيك صحتك. التكوين ديالو ما عندي ما يتسالك برافو عليك. ورابعة إن شاء الله تل تيطيب. هنا كتسلق شي حاجة الخضرة هنا ياك. نسلق خيزو. أييه دفع الأولى الخيزو. إن شاء الله. أنا كيفاش عيطي لي صحابني غادي ديري الدجاج مدغمة هاني في المتتبعات ساعة عاوتاني طلبوا منك وكلاوه راه كلاوه بغا يحماقوا عليه. بزاف ايوا داكشي ولاو الناس دابا تيقولوا صحي وفي الخير جديد تبارك الله عليك تبارك الله عليك الله يعطيك الصحة راه طاحت نحيدوها باش نديرو الدفعة الثانية. ها هو البروكلي البنات كيتسلق مع طرونشات نتاع الحامض واحد الضمة ديال البنة نعاود انت انايا هنايا غادي ندير كنورة والملح وغادي نحركوه اي واحد شويه غير طلعوا الخضوره انتما تشوفوا راه طلعت الخضوره وغادي نطفيو عليه خصو يبقى كرونكون اخي الزوكي طيب راه ما كيتسلق باش يديروا فيه شي حاجه اخرى. كل باكيه كل باكيه تتعمر ليا 10 دجاجات حتى 12 ديال الابلي شحال فيها في الوزن هذيك. هذه فيها 500 غرام نص كيلو 500 غرام كيلو وكل هذا كتعمر لي ديك 12 دجاجه كيتباع في عند مول الهري عند مرجان بيم ماك كارفور تما شحال من باكيه كاينه واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته باكيه ان شاء الله مع الحشوه وداك الشيء غيكون كثير. لا كثير تبارك الله غير خمسة دقائق قشوة أصلا تيكون مطبوخ غير خمسة دقائق ها هو في ديك العلبة اللي خاوية الله يعطيك الستر الله يديك مرحبا شكرا تبان لهم العلبة ما تعرفش وحدة تبغي تشريه ها هو إبلي 500 غرام 10 دقائق هما كاتبين ختي فهاد كدير لي غير 5 دقائق راه كيطيب مزيان إلا درتو لي 10 دقائق باينة غادي يتشتت شوية خصنا الأحسن غير 5 دقائق. انت ديري معها لا فاطمه والو لا فقط غير هو مع الماء صافي ان شاء الله غادي نرجعوا منين يطيب باش تكمل لا فاطمه البكيات كاملين صافي تحركيه وتخليه لا ما نحركوش غير تبخريه شويه صافي صافي دقيق صافي حتى الحين تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه. اختي خديجه كتنقي الربيع وتديه تغسلو مزيان ونرجعو ان شاء الله معكم. اخي زدت طاب واحد المجموعه بودنجال ها هويا تيتنقى لي شو لي شو بروكسيل بالكميه صافي الا صراحه كملتي لي كيما التعليم هاد العلبه 10 دقائق غادي يولي حريره لا خصنا 5 دقائق صافي الله يجعل شي بركه الله يعطيك الصحه شويه بسطه هذاك الشيء هو تبارك الله اللحم راه وجد ويعني كالاجراءات كاملين ها البطاطا في الماء تعطي الماء
تتحط الله فاطمه ابلي بعد ما خلات واحد شويه في المغليان صفاتو وشللاتو ما بارد وتسقطا مزيان مزيان باش ما يفزقش الحشوه. هي كديرو هنايا، هي درت واحد الدفعه وهي غادي تزيد الدفعه الثانيه. يلا خديجه، الله لالا خديجه. ها هو تديرو ابلي باش ما نفلت حتى حتى لقطه. الله يعطيك الصحه. ها الله فاطمه غادي دير الهريسه. ها تبارك الله، شحال 100% ديال الهريسه؟ جوج كيلو. نعم اختي، جوج كيلو درتي؟ كيلو نص. حنا حنا مع سميتو مع الدوق هذاك الهريسه كيفاش مخدومه. وها الكورنيشو البنات حتى هو واقيلا شي نص كيلو هنايا ولا ياك؟ كيلو 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 البرنيشو حتى هو غادي تقطعو لا فاطمه مربعات صغار وغادي ديرو هنايا. ها المعدنوس هذا بوحدو. ها المعدنوس غير بوحدو. شحال اختي من الربطه؟ خمسه د الربع. تبارك الله. انتم كتشوفوا العماره كتجي لذيذة. الناس دابا كيحماقوا على المالح كثر. هكا معمر مالح. اختي غادي جاها تقطع مربعات صغار الكورنيشون شلل وتحط هنايا يتسقطع ولا تقطع. هاو خزو حتى يبرد. بسم الله واحد ليترو نص ليترو. انا دائما تنزيد خاشت الفيديو. تبارك الله خوا. ايوا تبارك الله غادي تحركي هادشي كامل حتى يتسالى الكورنيشو غادي يتخلط هادشي كامل باش يتعمر به ان شاء الله الدجاج. يلا بسم الله بسم الله. الشريحه تنحيد لي هذا الرويس هذا وتنفتحها غير نص. رومية بيضة غزالة هي تركيا. هي كتجي في التزيين زوينة. الله يعطيك الصحة. شحال هنا تقريبا باش تزيني شي 30 بلا ياك؟ 30 بلا سم 3 كيلو. 3 كيلو تبارك الله. غير شاتها بصوصة. غتغسليها تفور. ان شاء الله. بركة بركة. نحيد هاد الرويسات تنحلها غير نص. ان شاء الله. كيجي زوين داك الخليط نتاع الحلاوه ديال الشريحه مع الدجاج. تنعمرها باللوز بالعقده وتنعسلها وتنعمرها باللوز اللوز وتندير الجنجلان. ان شاء الله فين بغي نصاوبو راه غادي نبينو لها ان شاء الله. الناس اللي كلاوه ديك المره حماقوا عليه. هذا الخس خاصو يتغسل، حاطينه هنايا تحت البوطاجي باش يبقى بارد باش هو فراجيل. المهم واحد شويه غادي تنقيه اختي خديجه وغادي تغسلو وتحطو في الشباك يتسقطر ان شاء الله تبقاو معنا. ما شفتش لها. يلاه بسم الله خديجه. هيا اختي خديجه غادي تحرك كتخليك مره مره لا فاطمه تعاوني معها بالمعقول ياك. اي والله عطيها صحتها. تحرك داك العناصر كامله كبده مسلوقه بالنسبه للناس اللي نساو داك الشيء ابلي. المعدنوس المصير الزيتون كورنيشو الفلافل محمرة وصفراء. ياك ما نسيت حتى حاجه اختي؟ المصير والزيتون والهريسه وزيت الزيتون وزيت البلديه مش عارفه التدويخه زعما الزيتون وزيت الزيتون الزيتون الخضر وزيت الزيتون يعني حشوه صحيه وما فيهاش الملح حتى فينا غاب الملح. اختي فاطمه ما تديرش الملح باش كلشي مالح. الكبده كانت منقيه بالملح والحامض والزيتون حتى هو تيكون هذا الزيتون المخلى تيكون حامض والمصير حامض فبلا حاجه اننا نديروا الملح حسن يكون هكذا خفيف الملح ديالو. صافي غتستمري هكا حتى يجي ان شاء الله الدجاج وتعمرو ياك. كتحيد دابا البروكلي قبل ما يدوب
تحطوا في الماء بارد باش تحبس ليه الطياب ويكون زوين ان شاء الله في التزيين. تشوف اختي خديجه كتقطع بطاطا باش تسلق بانيو ما عرف شحال فيه من كيلو. شحال من كيلو خديجه؟ شي 20 كيلو هنايا ديال البطاطا. 20 كيلو سبحان الله جيت فيها هي هذيك. اختي فاطمه كتصاوب الباذنجان مغسول وكتقطعو على جوج نصور واخا نتمنى تكون صورة واضحة للبنات. الشعر كتقطعو على جوج وتخليه صحيح باش غيتفور ان شاء الله ودير ليه الشرمولة. الشرمولة والفرماج ان شاء الله الرحمن الرحيم. ربي يعاون. شحال من كيلو تما لا فاطمة ديال الباذنجان؟ 15 كيلو. 15 كيلو والله عندك الصحة. بعدا جبتيه صغير؟ لا صغير مزيان. درتي عليه الكوموند ماشي بحال ديك المرة. تبارك الله عليك. هو الباذنجان غادي نديوه ان شاء الله باش هي كتديها اختي فاطمة باش تتفور. بسم الله الله فاطمة غتبدا التعمار ديال الدجاج لان راه قريب الوقت اللي دار معايا مول الفرمان دار معايا 6 ونص ان شاء الله. سالوه في 6 ونص باش يمشي الدجاج. دابا هذا الدجاج كيشد اليد صراحه خاش فيه بزاف العناصر ديال التزيين وفي الحشوه كيشد اليد بزاف. هو الدجاج مغسول هذا غير بانيو دابا تجبديه بشوي بشوي من الفريكو ياك. تنجبد غير ب 20 عشان جبتيه كامل الحراره. شهر 8 هذا ما كنصوروه في شهر 8 9 في شهر 8 خاص الاحتياط كي قالت لنا فاطمه. ها والله يعطيك صحتك. راه كلشي اللي دخل صراحه تيشكرها انت شربش منها حتى انا دقتها. الله يسلم دوك ليديات امين. ربي ما يحشمناش. لا يحشمنا. انت كتعطي من قلبك حاشا ربي واش يحشم. شتو كتشد الفخاد جهه الفخاد مع جهه الصدر الحشوه هذاك الشيء. نركز غير مره باش نشوفو كتحشيهم في ديك الحفره كتاخذ من حدا الفخاد لحدا الصدر كتشركهم وترجع ثاني لحدا الفخاد باش ما تخرجش. واخا يقلبهم مول الفران يبقاو متماسكين. هانتي الدجاج بارد راه ابيض باين فيه نقي نقي من داك الشيء مغسول بالفرماج والحامض وسكينجبير والناس غادي يطلبوا لك الطريقه ديال الغسيل. مرحبا مرحبا. راه غسلناهم مع السبعة ونص الصباح. ايه بكري تبارك الله عليكم وغشيناهم في الثلاجه. هاد الخدمه هادي ما يخدمها غير اللي تيبغي الطياب وكيحمق عليه. ايوا ضروري خصك تخدمي الناس راه بحال نفسك اكثر. الله يعطيك الصحة لا فاطمة. هانتي الدجاج من الداخل. أنا نشد. شتي؟ نقي أبيض ما فيه لا زعالة لا والو. راه باينة حتى حاجة نقي. من الصورة باين أبيض يعني مغسول وفيه الحامض مزيان. الحامض هو اللي تيخلي الدجاج بي. ورنج. ورنج. كتحكيهم لا فاطمة. رنج تنعصرو ولا تنطحنو تنقي تنطحنو الموكليت. سييه. الحامض كذلك تيتطحن بقشورو. اييه باش يخلي النسمه في الدجاج. النسمه زوينه بصح القشره تخلي شويه النسمه فيها زوينه باش ما تكونش الزفوريه في الدجاج ابدا. تيتسد مقمط مزيان. تيتسد باش ما تيخرجش.
نشوفو مره اخرى. حامض مصير والزيتون والكورنيشون كلشي مالح. انا نبت نسمد الحموضه غيجي رائع. ما فيه لا زعل لا والو. الله يعطيك الصحة. ديك المرات رجعوا الطباس الخاويين وقلت كون عا شعلت الكاميرا يشوف الناس كيفاش النتيجة ديال الدجاج. ان شاء الله حتى اليوم ان شاء الله غادي يرجعوا الطباس الخاويين ان شاء الله. انا راه كنفرح بحيت يرجعوا الطباس الخاويين. اه تبارك الله عليك، هذا دليل على الناس عجبهم. المبلع عجباتهم وكلاوها كامله. الحمد لله. انا ملي تكلمتي معايا في التليفون قلت واقيلا نضغمر البنات نيت تبغاوه سبحان الله في لي كومونتير. وحتى ديك السيده اللي من الخميسات الاخت كنسلموا عليها من هذا المنبر الخنبوبي اختي كوثر والله ما عقلت لها على السميه. المهم الخنبوبي حتى هي قالت لك ضاقت ماكلتك الله يعطيك الصحه. الله يشافي الوالد ديالك. اللهم امين اللهم امين. الله يشافي الوالد ديالها سبحان الله. حنا من الخميسات وحتى هي من الخميسات راه تندعيو معاه. الله يشافيه يا ربي يشافي جميع مرضى المسلمين يا ربي امين. انا قطعت. يلا بسم الله. كثير هادشي هادشي كثير تبارك الله. الله يقوي الخير بالنفع ان شاء الله. هيا اختي خديجه كدهن ثاني كدير ليه. قولي لنا لا خديجه شنو درتي هنايا في هاد التبصيل في هاد البانيو؟ الزيت وحطيتو كنار. عاودي لنا لا فاطمه راه المساعده ديالك حشوميه. زعفران وكنار والزيت روميه. الله يعطيك الصحه. شفت المتعلمه ديالك حشومية خديجة. حشومية هي اصلا راه زيزونا راه ما تتهضرش بزاف. واه قليل فيها ما تتهضر مسكينة. انا راه بالعاني درتيها باش باش نهضروها. لا لا باش تهضري باش تسمعينا صوتك. الله فاطمة تبارك الله هي اللي كتكلف بالتعمار واختي خديجة كتدهن. وغادي تفضل تحط في هذا البانيو. البانيو باش يمشيو للفران. الفران ان شاء الله. واخا انا جايه. هذا سي فاطمه حتى هي كتفور. جابت الكماله ديال الدنجال درته هنا كيتفور فوق الماء في الكسكاس. ونغطيوه بشيميكي ان شاء الله ياك. هنا الشريحه كتفور البطاطا كتسلق. صراحة هذا الدجاج هذا المعمر بإبلي و فيه بزاف ما يدار. خيزو كيبرد في الماء بارد باش يحبس ليه الطياب. هنايا الطناجر ديال اللحم طاب وحطوه تيبرد. أنا نوريكم كلشي إن شاء الله. هانتوما هما اللحم دغمار طاب بكري. هاد الطنجرة الثانية والطنجرة الثالثة. والطنجرة الرابعة كطيب. وباقي كطيب. ربو يكملوا غتعمر البانيو. هي بطاطا بعد ما تسلقات شلات بما بارد باش يحبس ليها الطياب. كاين الشبكه الثانيه تاهي شلات بما طايب باش تحبس الطياب. وغادي تحطيها في البانيو يشو بروكسيل حتى هما تنقاو مزيان. تغسلو حيد ليهم هذا الجزء هذا وتسلقو في الماء والملح والحامض وكنور ومهر. وهنايا الشريحه بعد ما تفورت غتعمر بالعقدة ديال اللوز.
هنا هي البانيو تاع اللوبيا طوماط سوريز وخيزو اللي ورينا لكم قبيله، البروكلي حتى هو كيتقطر. اش كدير يا اختي خديجه؟ انا خدمه. ايه والله عندك صحه، حيت كديروا الحريره. الحريره والشرموطات ديال البدنجان. لا الخضره كلها ان شاء الله. ايه والله يعاونك. جلسة في الارض هي اللي كتجي مرتاحه مع خدمه كثيره. شفت تبارك الله شحال ديال الربيع اختي. ايوا ربيع تاع الخضره تاع مرققات نتاع الدجاج، عاد توجد الربيع ديال الحريره. هما البنات يوجدوا الحريره. حكات اختي مطيشه، اختي فاطمه حيت رجيلاتك. ها هي غادي تخوي بلاتي تجي اختي فاطمه تخوي لنا الشرموله. ها هي شرموله جابتها مطحونه مقاده من الدار. دابا ماشي ديال الحريره، هادشي ديال زعلوك نسيت كنعتذر، ديال بودنجان شرموله يطرق به الدجاج ان شاء الله. هاد الشرموله دي شنو فيها اختي فاطمه؟ فيها السودانيه، الكمون، التحميره، محتومه مطحونين حاره. ايه كمون، نزيدو شويه الكمون. ها هو التحميره، يلا كنبغيو نشوفو ديال التحميره تقريبا تما شي رابعه لا رابعه صغيره. ما عطيش ندير الزيت البلديه شي كيلو ونص ولا جوج كيلو. ندير الزيت البلديه باش ديال تشحرها على البوطه. الزيت البلديه ها هي. يقول لك بناتك عاوتاني ماشي مشكله، انا نبدا غير الجزره. يلا الملحه، دابا الملح خمسطاش كيلو ديال البنجاره خصو نيت شرموله كثيره نجيبو. ولي دير مطيشة هاد الحك شبيت لي؟ لا ما عنديش صافي. باغي تحط على النار وبقاي تحركي فيه. بغيتي عليك مطيشة طيبه شويه الخل. غير طلعها الغاليه وتنشف شويه صافي تحيديها. حق مازال غنديرو فيها هذا. ها ها حلي 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 يبدا ريحتها كطلع. كنحلولهاش. غادي نضيف الخل تاع الحامض هاد الماركين هادي واحد الكاس. ها بحال هكا كاس صغير. الله على الريحة كتشدني. صافي هي غطفات عليها لا فاطمة. صافي قادت ولات عليها الشكل هذا. وهنا اخواتي تحذف الصوت الاصلي. المهم ان الشرموله بعد ما تحضرات كتعمل على انصاف نتاع الدنجال اللي مفور، كتحاول المساعد انها كدقدق بالمعلقه باش يدخل الشرموله في اللب تاع الدنجال. واحد الكميه تاع 15 كيلو تستمر على هذا الشكل هذا. دابا لا فاطمه كتصاوب الكنافه، كتوجدها العناصر ديال التزيين، كتاخذها وكتلفها هكا ياك كتشوفوا على الايد ديالها بالشكل هذا، وكتعملها في هذا ليمول تاع الكاب كيك باش يدخلوا الفران باش توضع فيهم البيض نتاع السمن اللي كيكون كيتسلق في هذا الوقت هذا. بالنسبة للمساعدة الأخت خديجة فهي كتوجد الربيع، نقاتو وغسلاتو مزيان وكتقطعو باش يتشرملو به كاع الخضار تاع الجردة اللي هي مرافقة لل هلا فاطمة كتصاوب الكنافة
عشيشات ما دهنتيها عاوتاني لا والو؟ لا استنى مرشها. اه نجي اسهل تاع التصوبير. ندخلهم الفران يتحمروا. المملحات هي كدير الزبدة مذوبة للكنافة. أويا تما هز أخويا تما ها. وهنا خداو اللوز فسخوه يعني تقشر وكيتطحن باش غيوجدوا العقده نتاع اللوز. درتي مع السكر ولا مازال عاد ديري باش تعمري ان شاء الله الشريحه. عندك يدك خديجه؟ غسل الكيلو خلات الماء حتى تغلى، خلات الماء حتى تغلى في هاد الطنجره وغسلات البرقوق ورماتو هنايا 6 كيلو ودات قالب ديال السكر. قالب اختي فاطمه كامل ياك؟ قالب قربي يطيب. درتي معاه القرفه عواد ولا لا مازال؟ اه درتي قرفه عواد صافي غير طفيت يا الله يسخر. هيا اختي فاطمه كتصاوب الخص الفريزيي كتقطعو كتحيد دوك اللي من الجناب تيكونوا لاوين وكتبقى غادا كتفتح فيها هكايا باش تغسلو. ديجا درت العقده ديال اللوز داك واقيلا صورناه فاش كان تيتسلق. المهم تسلق تفسخ غسلاتو وتقطر وطحناتو مع فاني وما زهر ياك والسكر صافي. وهي درت بها العقده وعسلات ديك الشريحه اللي وريتكم قبيله كانت مفوره هي درت لها العسل غير سقيتيها من الفوق غسلتها غسلتيها صافي. وهي بدات تعمر كتفندها في الزنجلان البيض ان شاء الله غادي نوريكم بعد ما تكمل شي كميه كثيره. ورينا ورينا وحده خديجه كنت كتصاوبيها. ديري حربوش صغير ديري في الفيمه ديالها صافي. تفندي في الزنجلان ايوا والله يعطيك الصحه. يلا فاطمه تتوجد الخضره باش تشرم لها ان شاء الله. الربيع شتو قطعتو مساعده ربي 20 كيلو شحال فيها؟ اه خير الله. خاصك البانيويات اختي فاطمه ياك؟ خاصني بانيو كبير مشاو عمرو داهم الدجاج. عندك اختي خديجه؟ البروكلي ما تديري ليه والو؟ لا صافي راه وحتى لي شو بروكسل ما ديري ليهم والو. طابو في كنور والحامض والملح والحامض شد كاملة. الخل
زيت الزيتون صافي. انا غندير زيت الزيتون هنا بطاطا كاس بغيت زيت تبارك الله عليك. كلها مشات اغلبيه حتى زوينه وصحيه يعطيك يعني الصحه ريبزا مش ها انتما هما لاله فاطمه بدات كدير تزيين درت هاد الكيردون كبار زينات هما على هذا الشكل هذا والبيض باقي ديال السمان ولي طوميط سيغيون ان شاء الله تشوفوا معنا كلشي ان شاء الله. دابا جبتي البزاره لا فاطمه رشيشه رشيشه مزيان تخدموا باليد مزيان كلشي هكاك تيدير قراعي و هذاك الشيء الله يعطيك الصحه. شوفوا على فوق الكتاب دوك يا بنتي سميرة تعال من بعد ندوق الله يعطيك الصحة كتشهي غير من ريحتها الحامض فيه تنقطع الحامض على ربعة وتنزل الفستق تيكونوا تيتسلقوا انا تيعجبني هذا الشيء ولكن فيه تعب بزاف ايوا ما جاتكش تقصري الناس خاطرهم هذه كطاطا زيت فيها شويه ديال الزيت انا كتبغي هي اللي معنا شبه راه تبارك الله عليك راه هي تقشارها راه نفس الشيء مع الخيز الخيز الزوم اللي تنقول لك بحال هكا مزيان هاد النوع نيت زوين بلا ما يتحيد ليه القلب زوين سي خديجة دارت اللحم بالعضومة ديالهم والربيع المهم انا دارت اللحم والماء يغلى والحمص عاد تزيد ان شاء الله المقادير الاخرين هي كتوجد ف وهنا بعد ما تسلق البيض نتاع السمان وتقشرت وضعت دوك العشيشات نتاع الكنافه اللي وجدت لها فاطمه هنا ما تبقى من بيض السمان فكيتفند في البافو او لا هو بذور الخشخاش زريعه الخشخاش مع لي طوماط سوغيز في ليكير دون طوال باش يكونوا كتزيين للدجاج هنا البرقوق طاب وتعسل فطفاو عليه هنا تجي الاخت خديجه تقابل اللوز كيتحمر على مع الزيت درته في زيت بارد لان الفرنويات مجهدين ديال هاد الفرنويات كبار مجهدين فغتجي تبدا تحرك فيه تستمر في التحريك حتى يولي يطلع لي واحد الصفوريه شويه وتحذفوا لانه حساس اللوز كتعرفوا
غتبقى تحرك فيه على هذا الشكل هذا حتى يبدا يولي ذهبي وغتحذفو. هنايا اخواتي الحريره كتوجد في نفس الوقت وكنعتذر ما كملت لكمش التصوير تاع الحريره حتى للتقديم، ومره اخرى ان شاء الله نتدارك ونصور لكم بالتفصيل. ما عليكم الا تخليوا لي في التعليقات، لان صراحه الحريره ديال لفاطمه حتى هي لذيذه بزاف وكل شيء كيبغي يحرص على انه يبقى حتى يشرب الحريره ديال لفاطمه. وهذا هو الشكل النهائي تاع الشريحه بعد ما تعمرت، هي تعملات في الكيغدون معمره بالعقده ديال اللوز، غيتزين بها ان شاء الله الدجاج المحمر والمعمر بإبلي. وهنا اخواتي انا نقصت من الصوت الاصلي، لان هنا كيكون الحفل ديال الزفاف بادي يعني تسمع الموسيقى. فهنايا بدا الدراساج نتاع لفاطمه الدجاج بالسلطه ديال الجرده، تشوفوا حطوا الفريزيه هو الاول وحطات هكا الدجاج المشرمل. كيجيب واحد الشرموله رائعه ولذيذ بزاف. وتبدا تحط هنايا الخضار بواحد التنسيق جميل باش هكا كيكونوا دوك الالوان حتى هما كيفتحوا الشهيه صراحه، كيجيو لذاذ بزاف كلهم بزيت الزيتون كيجيو صحيين ولذاذ. وغتستمر على هذا الشكل هذا، توضع البطاطا خيزو جميع الخضار اللي شفتوهم كيتشرملوا معنا. وهنا الدجاج كيكون جا من الفران باقي سخون. دابا لا فاطمه دريساج ان شاء الله، اللهم يسر. يلا ورينا كيفاش كديري. دايره البلاطويات شفوقشي نفرش عليهم الحص ونجي من قدام. خديجة أختي فاطمة عندك خديجة ما نشدكش. ربيع تقطعوه غليظ باش ديروه في مولينيكس. طحنطيمة باش ياكلو ضفتيها هنا ياك. ملي غادي تبغي دوريها تحيدي هاد العظام. بصح دابا طحنا تاع ربيع وضفتو على مرضيشة بعد ما تسلق الحمص مزيان، عاد زادت العدس لأنه طياب طحنة مطيشة ما عرفش شحال من كيلو، المهم كمية كبيرة ميكة كبيرة. ما هي دابا كطيب فيها العظام واللحم. غرفة طويلة ما تخافيش. ثلاثة ديال البانيويات تبارك الله محمر على مزيناتو شتي كي دارهم زوينين. هانت يا بنتي سميرة بارك الله فيك الله فاطمة. دابا الوقت الحاسم صافي تبارك الله نزيدو كاع عليه بلا بقاو غير هاد الثلاثة هادو. ها يلاه فاطمة دابا تتعمر فيهم. ما قدكش هذاك اللوبيا واقيلا هذه باقي صافي جا هو هذاك تبارك الله عليكم.
هادشي كثير. اه تبارك الله جات 30 بلا راه وتبارك الله. شو شحال من نوع ديال الخضره، بطاطا خزو ولا ريكو، الدنجال، البروكلي، عاد الخاص، عاد لي طوماس سوغيز، عاد لي شو بروكسيل، قلتهم جوج المره واقيلا لي شو ياك البروكلي ولي شو تخلطوا. دابا دا خصو غير لي شو صافي كسالا. تبارك الله عليك. ان شاء الله. صافي تستمر هكا الله فاطمه حتى يقرب سميتو، تحط الدجاج وتزينو وتشوفو ان شاء الله معنا. دابا الدريساج باش يتحط. ايه لما شراتي غير الوقت. تبارك الله الدجاج كيبان كيفور يعني باقي سخون. لا سخون ولا بغيتي سخون. صافي دابا تحطي الدجاج ربعه كتصاوب مطيشه في ديك الغدو بحال هكا. كل دجاجه كديري فيها شريحه وبيض السمان وبافو ومطيشه طوماطيش سوغيز. كنعتذروا متتبعي هاد الكلمات، ان شاء الله غادي نقطع لان خصنا نوجدوا لي بلا بالزربه. يلا الله يعاونكم تنرجعوا ان شاء الله. الى بقاو العشيشات كنديروا ما بين الدجاج يعني ثلاثه ديال العشيشات بحال هكذا. وفي الوقت اللي صافي تسربا الدجاج للمدعوين فهنا كيتسخن اللحم، لان هو كتشوفوا في الجزء الاول ديال الفيديو فهو اول حاجه كانت طيبات الطباخه ديالتنا لا فاطمه المراني الله يعطيها صحيحتها، هما تسخنوا كاع الطناجر وغيبدا الدريساج اللي خديت لكم منه لقطات، لان صراحه تيكون واحد الوقت حاسم كيبغيو السربايه يدفعوا كل شيء في وقت واحد. وهنا خدت لكم لقطات من الدريساج نتاع اللحم، انتم كتشوفوا لا فاطمه كتحطوا اللحم مدغمر واقف في القطره يعني بدغميره لذيذه، تحاول تحط طريفات متناسقين في التبصيل كتشوفو كيتمسحو بكلينكس، طباصلو كيتوضع فوقهم طباصلات نتاع القرعة معسلة واللوز. وفي النهاية كنخليكم مع هاد الصور هادو ديال الأطباق ديال التقديم يعني الشكل النهائي اللي كتقدموا فيه الاطباق اللي حضرت لها فاطمه، اللحم مدغمر مرافق بالبرقوق معسل والقرعه معسله واللوز، كذلك الدجاج في السلطه ديال الجرده بتزيين رائع ومطلوب صراحه في المنيو اللي كتقدم ديال الاطباق اللي كتقدم لها فاطمه المراني. غنخلي لكم ان شاء الله النمره ديال لها فاطمه المراني في خانه الوصف. وما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء في حفظ الرحمن، وما تنساوناش تدعمونا بالاشتراك وتفعلوا الجرس باش تتوصلوا بجديد للقناه، وكذلك نوصلوا هذا الفيديو لعدد كبير من اللايكات وتعملوا شير باتاج مشاركه مع الاهل والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي. وعواشركم مبروكه ان شاء الله بكل ما تمنيتوا يا ربي. وشكرا شكرا على التعليقات المحفزه وجزاكم الله كل خير، والى اللقاء فيديو قادم باذن الله، استودعكم في يد الرحمن.